نعم. أنا عندي محل تجاري ملكي بتاعي. محل تجاري ملكك؟ ملكي كبضاعة يعني، هو مستأجر بس البضاعة ملكي. طيب السؤال؟ عطيته لابني يعني خلص كلية، قلت له خلاص يا ابني ده المحل يعتبر بتاعك، أنا مستقبلك منه. ولك أبناء غيره؟ لي بنتي متجوزة، وأنا مش واخذهم نهائي يعني، قلت له أنا مستقبلك منهم مش بقى نهائي يعني. طيب والسؤال ماذا؟ السؤال عن ماذا؟ السؤال أنا بساعده يعني، مثلا أنا بقى فلوس الوقت وهو بيقى فلوس الوقت في المحل، فساعات مثلا أخذ 50 جنيه 20 جنيه كل مزنوق أخذهم ليه وما أقولوش. لا في مشكلة. مش مشكلة حقي يعني. مش مشكلة. هذا القدر لا إشكال فيه.